صباح الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، مرحبا بكم معنا من خلال فضاء مطبخك سيدتي. في مطبخك سيدتي راح تلقوا أشهى الأطباق والحلويات طبعا مع سيدة فاطمة الحاضرة معنا هذا الصباح. لنقول لها صباح النور، أهلا وسهلا سيدة فاطمة، مرحبا بك. صباح الخير أخت حسيبة، صباح الخير كل مستمعينا الكرام. كيفاش الجو البرة؟ مليح الكيف، هايل مع الأمطار، يعني جو خريفي جميل جدا، إن شاء الله تكون أمطار خير علينا، أمين يا رب. إذا سيدة فاطمة اليوم جبتي لنا غراتان البروكلو والبطاطا وأيضا كاشير تاع الدجاج واللحم، وراح نزيدوا أيضا التحلية اللي راح تكون بالكابويا. إن شاء الله المستمعات يوجدوا ورقة وقلم ويسجلوا معنا المكونات. إذا راح نبدأ مع أول طبق اللي هو غراتان بروكلو والبطاطا. تفضلي السيدة فاطمة. اليوم أخت حسيبة كما كنت نقول لك جبت غراتان تاع البروكلو بالبطاطا، يعني هذا الكيفية أي لو غراتان هذا يتكل سخون. أيوة. يوم الجوة وشوية فيه برودة وكل شوية، يعني مش بزاف يعني يتكل سخون هذا البلا. هذا المقادير تاع الغراتان تاع البروكلو بالبطاطا، وش يلزم لي؟ راس تاع بروكلو يكون متوسط، ثاني 500 غرام تاع بطاطا. سا ديبون، كان عاد الراس كبير انت ما ديريش 500 غرام تاع بطاطا، ديري حوالي زوج حبات يكونوا متوسطين كبار. كان عاد الراس تاع البروكلو صغير ديري 500 غرام تاع البطاطا. عندي قلت كراس تاع بروكلو 500 غرام تاع البطاطا. عندي مغرف تاع ماكله نتاع لا مارغارين، عندي ثاني حوالي مغرف ونص تاع الزبده، ربع بيضات، عندي نص كاس نتاع لا كريم فريش، 100 غرام تاع جبن طري ابيض، عندي توابل، عندي ملح فلفل كحل، وعندي كميه تاع جبن مبشور. هادو هما المقادير تاع الكيفيه تاع اليوم، وما فيش بزاف خد حسيبه. نعاود المقادير. قلت لك غراتان تاع البروكلو بالبطاطا، عندي راس تاع بروكلو، عندي 500 غرام تاع البطاطا، عندي مغرف ونص تاع لا مارغارين، عندي ثاني المعدنوس، ربع بيضات، عندي نص كاس نتاع لا كريم فريش، 100 غرام تاع جبن ابيض طري، عندي توابل، عندي ملح فلفل كحل، وعندي حوالي كمية ثانية تاع جبن مبشور. هذوما المقادير تاع لوغاتا تاع اليوم، ما فيش المقادير بزاف. نعم، نروحوا لطريقة التحضير. طريقة التحضير واش نستعمل اخت حسيبة؟ نحكم هذاك الراس تاع البروكلو، نقيه، نظفو، نضيفو في قدرة، ونضيف له زوج مغارف تاع ماكلة تاع الخل باش نتخلص من هذيك الرائحة تاع كاينين اخرين يقولوا لك ما نحملوش هذيك الرائحة تاع البروكلو. نطيبو حوالي 10 دقائق ربع ساعة، ما نخليهش حتى يتفتت، يقعد شوية. هي نورمالمون كيما نقولوا حنايا اخت حسيبة لي ليغوم ما يطيبوش حتى هذا، كي طيبيهم بزاف يروحوا هم الاحسن لو تفوروا احسن، يعني يعني هذا بور لو غراتان باسكو حنمرسو. كاينين اللي يطيبوا لا فابور، هذوك ثاني كاينين اخرين اللي يحبوا ياكلوا لي ليغوم تاع الفوره، وثاني كي تغليها يروحوا بخسك لي فيتامين كامل. غليت هذاك البروكلو تاعي حوالي 10 دقائق ربع ساعة. هذيك الثاني البطاطا واش نحكم؟ نقيها ونقطعها دي بتي مورسو، نضيف لها حوالي كاس تاع ماء. كان عندك لا كوكوت دي مينيت نطفي عليها. كان استعملتيها في قدرة 21 دقيقة طفي عليها، باسكو ما ندلهاش الماء بزاف باش ما تشربليش الماء كل. من بعد هذا كان استعملت غير كاس تاع ماء، نضيف لها قليل من الملح وفلفل الكحل. انا نشوفها ثاني تخلها الطياب وانايا نحيها، ما يقعدليش فيها الماء، تقعد لي كميه قليله تاع الماء. كان شفتي كثرتي الماء عاودي هزي نحيها من الماء هذاك. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انايا ريسيبيون وعاء، نمعس انا هذاك البروكلو نتاعي مليح، ونزيد نولي ريسيبيون اخر وعاء اخر نزيد نمعس هذيك البطاطا تاعي مليح. ايوه. من بعد واش نستعملهم؟ انا عندي مغرف ونص تاع لا مارغارين،
ندير شويه من وشويه من، هي سخونه وانا نخلط هذيك لا مارغرين. عندي ثاني المعدنوس، نضيف المعدنوس وين نضيفه؟ نضيفه غير في البطاطا، ما نضيفوش في البروكلو. في البروكلو كل من بعد واش نستعمل اخت حسيبه؟ نحكم انا عندي ربع بيضات وعندي نص كاس نتاع لا كريم فريش، ونزيد نضيف 100 غرام تاع الجبن الابيض، نضرب هذاك البيض مع لا كريم فريش مع ثاني قليل من الملح، باسكو انا استعملت فيهم الملح كي نطيبهم، قليل من الملح وفلفل الكحل. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انايا هذوك الربع بيضات ضربتهم كامل، نضيف النص في البروكلو والنص في البطاطا، نخلطهم مليح. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انايا ان بلاطو لي روح للفور، ندهنو بقليل من الزبده، ندير الطبقه الاولى واش نستعمل؟ ندير الطبقه تاع البروكلو، ومن بعد وشيه نزيد الطبقه هذيك تاع البطاطا، اي فيها المعدنوس، نزيد الطبقه تاع البطاطا، ومن بعد نزيد الطبقه هذيك نتاع المعدنوس الكل. من بعد واش نستعمل اخت حسيبه؟ عندي الكميه هذيك تاع الجبن المبشور، نزيد نضيفها على الوجه. كيما دوكا كل سيده كان عندك هذه المقادير وحتستعمليه للغدا، حضريه في هذه اللحظه وكل هي تعود 11 ونص، ومن بعد هي ارميها غير في الفوق يتقريه مليح، باسكو كلش طايب يتقريه وكل، كي يتقريه وكل نحيه. من بعد نزيد يستعمل معاه ان اوغدوغ، ولا وحنزيد نعطي معاها كيما دوكا اخت حسيبه حنعطي معاه كشير نتاع لا فيون داشي ولا نتاع الدجاج. هذا هو لو غراتان تاع اليوم، ان شاء الله كل سيده تجربوا اخت حسيبه. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ان شاء الله نتمنى ان المستمعات يكونوا معنا في المتابعه، يكونوا سجلوا الكيفيه. مروا الان الكيفيه الثانيه، الكشير هذا يمشي مع هذا الطبق. يعني صدقيني انا جربته ومازال عندي في الفريجيدار، عنده دوك 3 جو، صدقيني خير من تاع البرا اللي نشريه في حسيبه. احسن احسن، يعني اللي يكون مصنوع في البيت اكيد راح يكون كيما دوكا. نعطيك باللحوم الحمراء ولا اللحوم البيضاء، كيما دوكا نبداو الساعه تاع اللحوم البيضاء. انا عندي صدر تاع الدجاج هذاك، هذاك الصدر تاع الدجاج نظفو مليح، ومن بعد نرحيه وحده، نرحيه ولا لي ما تعودش عندها، هي نورمالمون يكون عندك لو ميكسر في الدار، لي ما تعودش عندها الميكسر تشريه من عند الجزار يرحيه لها، او يرحيه ثاني اللحوم البيضاء. هي من الاحسن شريهم طرف وانتيا نظفيهم مليح ورحيهم. المقادير نتاع الكشير نتاع الدجاج عندي كيما دوك 500 غرام تاع صدر تاع الدجاج، عندي حبة تاع البصل، 2 سنينات نتاع الثوم، عندي كاس نتاع فارينة، عندي كاس تاع فارينة، عندي نص كاس نتاع الزيت، نص كاس تاع الزيت، ربع بيضات، التوابل عندي ملح فلفل الكحل، عندي الهيل، عندي الكزبر، لي زيبيس الكمون، هادو كل توابل. وش يكون عندي تاني؟ يكونوا عندي في هذا المقادير اللي عطيت لك، يكونوا عندي حوالي 6 حبات تاع الجبن بورسيون. بورسيون 6 طراف تاع جبن بورسيون. وتكون عندي كمية كيما دوكا بغيتي تستعمليه بالزيتون بدون عظم، ولا عندك حبة تاع فلفل الكحل تستعمليه بفلفل الكحل. فلفل الكحل يعطيك نكهة مليحة في هذاك الكاشير نتاعك. حبات مش مرحب، حبات مش مرحبين. هذوما المقادير، نمد المقادير نشرح ونمد المقادير. انا واش نستعمل في لو ميكسور؟ لو ميكسور تاعي واش نستعمل؟ نضيف الكاس، نص كاس نتاع الزيت، نضيف الربع بيضات، ونزيد نضيف الربع بيضات، ونضيف التوابل الملح فلفل الكحل كزبر الكمون، ونزيد نضيف نص كاس نتاع الفارينة. انا عندي قلت لك حبة تاع بصل، البصل هذيك واش نستعمل اخت حسيبة؟ نربيها ونعصر غير لو جو تاعها،
ما نستعملش مرابية البصل. كما ضبط في هذه 500 غرام ديري حوالي ربع مغارف تاع الجو نتاع البصل. الثوم ثاني الرابيه رقيق خلاص ممكن قطع فيه حتى يدوب هذاك الثوم ثاني. هذه المقادير كامل واش نستعملهم؟ نديرهم في الميكسر ونخلطهم. كي نخلطهم من بعد واش نولي نزيد نضيف؟ نزيد نضيف هذاك 500 غرام تاع الدجاج اللي مرحي، نخلطه مع في لو ميكسور مع هذوك التوابل الكل يتخلط مليح. كي نخلطه كامل مليح، هذه ملاحظه كان شفتيها جاتك كيما نقولوا هذاك الخليط جاك جاي جاري بزاف، زيدي ضيفي حوالي نص مغرفه ثاني تاع فارينه، نص مغرفه نتاع فارينه. بعد واش نستعمل؟ نحكم انايا نكون انا مستعمله قدره فيها كميه تاع الماء نخليها تغلي. بعد واش نستعمل؟ نحكم بابي فيلم. البابي فيلم هذاك نحط هذاك اسمه الكاشير نتاعي في البابي فيلم بالعقيله واللهوه، نخرج الهواء بعد نولي نربط على ليكوتي من حتى نستعمل. بغيت نديرو رقيق نديرو خشين كيما بغيت انا. بعد كي لهوته مليح واش نزيد نستعمل؟ نحكم البابي لالمنيوم، نزيد نغلفو في البابي لالمنيوم. وملاحظه لكل سيده دي فوا خط حسيبه كي تدخلي البابي لالمنيوم في القدره يغلي في الماء تروح له لا كولور هذاك يولي له كحله. صح دونك هذه ملاحظه استيس لكل سيده، استعملي ضيفي حوالي زوج مغارف تاع ماكله تاع الخل في الماء هذاك. نعم ضيفي راهو البابي لالمنيوم يقعد لك ما يقدر كيما راه. نضيف انا قفلت مليح هذاك الكاشير نتاعي، ضفته في القدره، غطيت عليه 45 دقيقه. نخليه 45 دقيقه، من بعد 45 دقيقة نجبدو نخليه يبرد، نحطو في الثلاجة حتى يبرد تماما، من بعد نقصو. شوفي صدقيني أخت حاسيبة تقول الكاشير تاع البرا. ملاحظة تاع اللحم واش تزيد فيه؟ المقادير اللي عطيتهم لك نفسهم المقادير اللي مديتهم لك. أنا مديت لك ربع بيضات في 500 غرام تاع اللحم، أنت ديري 6 بيضات أو نقص فيه 6 بيضات، وفيه ثاني نص كاس. أنا عطيت لك نص كاس تاع فارينة، وتزيدي في اللحم نص كاس تاع لامايزينا. واش زدت فيه؟ زدت لامايزينا وزدت البيض وزدت كيما الجبن. أنا عطيت لك 6 قطع، أنت ديري 8 مورسو، 8 بورسيون، 8 حبات تاع البورسيون تاع نتاع الجبن. من بعد خلطي الخليط كيما داك، وبصح شري لو كولورون عند اللي يبيع الحلويات يعني تاع الماكله لو كولورون يعطي غذائي. ديري اون غوت ولا دو غوت باش يولي لك احمر مليح بزاف. الانتيريور راني بغيتي تزيدي كيما دوكا، بغيتي تستعملي فيه فلفل الكحل ولا تلوحي ثاني الزيتون بدون عظم هذا كوبي، زيدي ضيفي تخليه ثاني 45 دقيقة. هذه هي طريقة تحضير الكاشير نتاع اللحم ونتاع الدجاج. وإن شاء الله كل سيدة اخدمي كونتيتي كبيرة تاع سمانة كاملة حطيها في الثلاجة، بصح خليه في لو بابي فيلم، منين تحبي تنحي نحي لا موتشي هذه ولا موتشي الاخرى تقعد لك بلو بابي فيلم. يعني صدقوني انا استعملته والله يا اخت حسيبه دوكا تاع البرا ما نعودش ندور تاع البرا، تاع الدار خير. احسن يعطيك صحة، شكرا لك سيده فاطمه. اذا تبعنا يعني مع السيده فاطمه غراتان البروكلو والبطاطا وايضا الكاشير تاع الدجاج واللحم، ان شاء الله سيدتي يكونوا مسجلوا. بقات التحليه راح نتابعوها بعد ما نسمعوا هذا النغم نهديه للجميع، بقوا معنا. صباح 30 دقيقة بعد 9 صباحا باستوديو إذاعة الجزائر بتنيت، واصل معكم دائما بطبخكي سيدتي، دائما بحضور السيدة فاطمة. نحييك من جديد سيدة فاطمة. إذا نروح الآن مباشرة للتحلية اللي راح تكون بالكابوية، وهذه التحلية كما قلتي لي راهي مليحة بزاف، إن شاء الله المستمعات يسجلوها.
اليوم كنت حسيبه نجيب ثاني تحليه بالكابويا. دوك الكابويا ثاني راهي كاينه موجوده، يعني الكابويا شري من نوعيه ديك المليحه، ديك اللي تعود حمراء شويه باش تقعد لك لا كولور نتاعها. المقادير تاع التحليه هذه واش يلزم لي؟ تكون عندي 500 غرام تاع كابويا منقيه. ايوه 500 غرام تاع كابويا منقيه، عندي نص كاس سكر عادي، عندي كاس حليب، عندي 100 غرام تاع لا مايزينا، مغرف نص مغرفة تاع ماكلة نتاع ليكستري دفاني، وتكون عندي للتزيين. كل واحد بغيتي تستعملي مكسرات فيها، ولا انا جربتها ثاني بلا كريم شانتي راهي في القمة. وتكون عندك كيما نقولوا حنايا نص كاس كريم شانتي بنص كاس تاع الحليب ولا ما. هادو هما المقادير تاع التحلية تاع اليوم. نعاود عندي 500 غرام نتاع منقية تاع كابويا، نص كاس سكر عادي، كاس حليب، عندي 100 غرام تاع لا مايزينا، نص مغرفة تاع ماكلة نتاع ليكستري دفاني، وتكون عندي حوالي نص كاس ولا كاس نتاع بودرة لا كريم شونتي مع كاس ما ولا كاس حليب. يعني الحليب تجيك حلوة بزاف، من الأحسن استعمليها بالماء خير. هذو هما المقادير نتاع التحلية تاع اليوم. روحوا لطريقة التحضير. واش نستعمل خت حسيبة؟ أنا عندي هذيك ال 500 غرام نتاع الكابويا، نقيها مليح ونقطعها مربعات. من بعد واش نستعمل لها؟ حوالي زوج كيسان ونص تاع الماء. زوج كيسان ونص تاع الماء. الكابويا اي طيب توت سويت. من بعد اني نحي تاني هذاك اللب اللي من الفوق، هذوك السلوك نحيهم باسكو راهي التحليه، نحي هذاك اللب السلوك هذوك اللي من الفوق ما نستعملهمش. دونك من بعد واش نستعمل؟ نحط في الكاسرونه ولا في قدره هذوك الزوج كيسان تاع الماء معاهم هذيك الكابويا، نخليها تطيب حتى تولي زبده. كي تولي طابت انا واش نسحق؟ نسحق هذاك، انا نستعمل زوج كيسان تاع الماء، الكابويا يطيب فاسيلمون، طيب لي بكاس وكاس يقعد لي الجي تاعها. من بعد طابت لي هذيك الكابويا، صفيت الماء تاعها الجي وحده والكابويا وحدها، نخليها تبرد. كي تبرد تماما بصح يكون عندك لو ميكسر كيما نقولوا حنايا الطاس هذاك تاع لي جو. مام اللي ما تعودش عندها الطاس تستعمل لو ميكسور العادي. وكل واش نستعمل؟ نضيف انا في لو ميكسور هذاك نضيف الكاس نتاع الحليب، ونضيف الكاس تاع الكاس تاع الحليب، ونضيف الكاس نتاع لو جو تاع الكابويا، ونضيف النص كاس نتاع السكر. هذو نخدمهم شوي، نخلط الحليب والسكر والكاس تاع الجو هادو، نخلطهم مليح. كي نخلطهم مليح من بعد واش نزيد؟ نزيد نضيف هذيك الكابويا نتاعي، نميكسيها مع نص مغرفه تاع الماكله نتاع ليكستري دفاني. راهي نقول لك تولي لي ان جو كيما نقولوا بوري سايله. اي تولي لي بوري سايله. من بعد واش نستعمل؟ نحيها من الطاس تاع لو ميكسور وكل، نستعملها في قدره ولا في كاسرونه. من بعد واش نستعمل؟ نحكم انا حوالي 5 مغارف ولا 6 مغارف نتاع الماء، نحل هذيك ال 100 غرام تاع لا مايزينا، نحلها في هذاك الماء مليح. من بعد واش هذيك الكابويا نتاعي؟ اني حطتها على النار، على نار هاديه، هي تبدا تغلي باسكو كلوح لا مايزينا وهي هذيك الكابويا شوي بارده تولي لي دير لي هذوك لي غرومو هذوك. دونك كي اللوحه هي سخونه هذاك الخليط سخون، اللوحه هذيك لا مايزينا نحرك ثمثم الذوبلي. طيب مايزينا قلتي نحلوها في الماء، في الماء حوالي الماء عادي هي. انا قلت لك حوالي 4 مغارف ولا 5 تاع الماء. نحل هذيك لا مايزينا، نخلطها
على نحطها فوق النار مع ذاك الخليط على نار هذه هي تبدا تعقد لي الشكل تاعها. انا نشرح لكل سيده اي تولي كل محلبي اي تولي كل المحلبي تعود ثقيله كامل الكل. من بعد نولي نحيها هي تبدا تعقد الكل نحيها على النار نخليها شويه ما تعودش بارده باسكو كون تبرد بزاف اي تجمد لي الكل. من بعد نحكم دي بيغين ولا دي سكوب ونحط الكميه نتاع هذيك المحلبي تسمى محلبي الكابويا. ايوه باش نشرح لكل سيده محلبي الكابويا. من بعد عبيها في لي سكوب ولا لي بيغين كلها. انا عندي هذيك لاكخيم شونتي طلعتها من بعد هذيك لاكخيم شونتي كي نطلعها ندير هنا في اون بوش ادوي هي كان مازالت لك هذاك المحلبي تاعك تاع الكابويا مازالت لك شوي سخونه دخلي هذيك لا بوش ادوي الانتيغيور في لا سكوب هذه كلها في لي بيغين هذوك تاع الانتيغيور. من بعد تولي هذيك لاكخيم شونتي تلقايها الداخل في لي بيغين ولا استعملي الوجه نتاعها ديكوري بهذيك لاكخيم شونتي من الفوق. عندك شويه ثاني مكسرات ولا كاوكاو يكون ثاني استعمليه على الوجه نتاعو. هذه هي التحليه خت حسيبه ان شاء الله كل سيده تجربها وتنجح فيها. بس حطيها في الثلاجه تبرد كي تبرد خلاص قدميها لفراد العائله. هذه التحليه راي تقعد لك حوالي 3 ايام 4 ايام في الثلاجه وتي تاكلي فيها ان شاء الله بصحه ونعم. طيب راح نروحوا الان بعض الاسئله اللي تبقات العدد اللي فات مستمعات اللي طرحوا اسئله. الاخت اللي طلبت الكروكي الكروكي يعني الكروكي نتاعنا يعني حنايا هنايا بعدباتنا مشهورين في الكروكي. الكروكي تاعنا واش نعطيك دوك؟ انا نعطيك شوفي بغيتي ديريه تاع المحقون ولا ديريه المقصوص؟ هي قالت لك نطيبوا في فور صغير. هي في الفور الصغير هي من الاحسن الفور كان عاد فور الكتريك راه يطيب مليح تحاسيبه. يعني الكويزينيير كاينين صح اخرين كويزينيير طيب استعمل تحت باش من بعد تولي تشعل فوق. هذه ملاحظه انا نعطيك استيس واش تستعملي. احكم لي الدوزيام بلاطو تاعك ديري فيه سخني كميه تاع الماء ماهيش بزاف ديري كميه تاع الماء اللي تعود عندها لا كويزينيا ديري في الدوزيام بلاطو ديري فيه الماء وهو سخون وانت ديريه الفوق خلاص وخليه لو طون اللي راكي تحضري في الكروكي تاعك وكل يزيد يسخن مليح. من بعد وشي الكروكي تاعك يحمر لك باش ما يحمرلكش مليح مليح. من بعد كي تشوفي طاب لك من التحت ولي نحي لو دوزيام بلاطو هذاك اللي فيه الماء حذاري بالعقيله لا تحضي وكل عاودي شعلي واحد جي مينيت الكروكي تاعك يطيب. هذه ملاحظه ما تستعملي خبز الدار ولا حاجه لو دوزيام بلاطو دائما ديري فيه ما يغلي واستعمليه. هي قالت كيفاه ما يصادق ما قالتلكش عطوني المقادير خد حسيبه. هي المقادير الكروكي تاعنا دائما 6 بيضات زوج كيسان سكر زوج ونص تاع الزيت زوج باكيات خميره مغرف تاع ليكستخي دفاني وكميه تاع الفارينه. هذا كان حتستعمليه نتاع القصان كان حتستعمليه تاع المحقون زيدي ضيفي حوالي 50 غرام نتاع لا مايزينا فيه راكي تحصلي على كروكي في القمه. نعم. طيب معجون الكرطوس معجون تاع الكرطوس واش تستعمل؟ هذه الاخت تحكم الكرطوس هذاك نتاعها هي وشي تنقبو تنقبو تروع ليه السكر تخليه ليله يطلق لو جو تاعو هذاك. الغدوه واش تستعمل خد حسيبه؟ تخليه هو يهز الغليه وتويه تولي تنحي هذاك الكرطوس نتاعها تولي تنحيه من بعد تطيب هذاك لو جو هذاك ويطلق لها بعد هو لو جو تاعها على نار هاديه حوالي زوج سوايع ثلاث سوايع كيما دوكا كيلو كرطوس بكيلو سكر. كيلو كرطوس بكيلو سكر من بعد هذاك الكرطوس يطلق لو جو تاعو كل. من بعد واش تستعمل؟ كيما دوكا هو يغلي تماما وهي تذل عليه خلاص هي تشوفه يبدا يعقد وكل ومن بعد تروح مغرف
نتاع عصير الليمون وتضيف نص مغرفه نتاع ليكستري د فاني. الكرطوس بغيتي تفوريه خطره وتنحيه، ولا خليه هو تحبي تطبي تطفي على كيما نقولوا حنا لو جي تاع لا كونفيتور تاع الكرطوس، انت تلوحي حبات هو بعد يولي يطيب في هذاك، اقفلي عليه يطيب في هذاك لو جي، يقعد لك حبات كيما نديروا لا كونفيتور نتاع المشمش، يقعد لك حبات مجمولين. طيب مده الطهي تاعو قداش؟ يعني قلت لك تروح حتى لساعتين ثلاثه على النار هذه، وفي قدره تكون ثقيله اخت حسيبه. هذا هو هي جينيرالمون هذه هي لاستيس تاع لي كونفيتور. نعم، ان شاء الله تكون سمعتنا السيده الكريمه. نروحوا لسؤال اخر. البيتزا الطويله كيما تتباع هذيك تاع البرا، هذيك تاع البرا اخت حسيبه وشي هم دايرين مواتشي سميد ومواتشي فارينه. كيما دوكا ديري كيما نقولوا حنا زوج كيلات فارينه وكيله نتاع السميد، على واه باش تجي كروستيون من التحت تجي مقرشة. كيما دوك نستعمل زوج كيلات نتاع فارينة وكيلة نتاع سميد، مغرف تاع ماكلة نتاع خميرة تاع الكسرة، وضيفي حوالي ربع كاس نتاع الزيت، قليل من الملح وما دافي. هذه هي العجينة نتاع البيتزا نتاع اللي تجي كروسيون. لافارس دوكا طوماطيش، رحي هذيك الطوماطيش نقيها رحيها ميكسيها. انايا الطوماطيش نطيبها بعد، نطيب دي كونتيتي كبار الطوماطيش من بعد، انا ما نطيبش هذيك تاع البيتزا، نستعملها في اي حاجه. كي مديت شرحت للمستمعين كيفاه تعود عندك الطماطم تبدا تفزد لك الكل، نطفيها مليح وكل، كي تنطفيها بيها بقشرتها هكاك قصيها على اربعه وكل، ديريها في قدره على نار هاديه ساعه على ساعه حركيها حتى تنشف لك خلاص هذيك الطوماطيش، هي تنشف لك، انت ميكسيها رحيها. كي تميكسيها وكل اللي ما تعودش عندها الرحايه تاع الطوماطيش هذيك تاع زمان هذيك باش تخرج لها الصافيه خلاص، واللي استعمليها عندك صفايه كبيره هبطيها في الصفايه تهبط لك، يقعدوا لك هذوك الشلوخ تاع الطوماطيش. تسمى الطماطم هذه طيبه. واش نستعمل لها اخت حسيبه؟ نضيف لها قليل من الملح، نضيف لها حوالي زوج مغارف ثلاثه نتاع الخل، ونقفل هذيك البقاله نديرها في الكونجيلاتور ولا نحطها في الثلاجه. نحب نخدم بيتزا، نحب ندير لوبيا، نحب واش نستعمل نقلي بهذيك الطوماطيش، ما نستعملش الطوماطيش كونسونطري بزاف. ايوا احسن. كيما دوك هذه الاخت استعملي الطوماطيش هاك، من بعد هذيك الطوماطيش نحي شويه اخت حسيبه ندير فيها كيما دوك الحرور، نداويها الزيت وكل تاع البيتزا، ندهن الوجه. من بعد كي ندهن الوجه يكون عندي الزيتون تاع زمان، يحطوا عليها فلفل الحار، يحطوا عليها كيما دوكا تاني السردين، السردين طايبه يديروها في الزيت مليح وكلها، ويدهنوها ويقصوها مربعات. هذه هي خط حسيبه. نعم شيء طيب ان شاء الله. طيب في الدقائق الاخيره اذا كان فيه عفوا اتصال نستقبلهم مع بعض، اذا ما فيش نستناو ان شاء الله المستمعين، لانه في اسئله تبقى وحاولنا ان نجاوبوا عليها باش ما يغيظهمش الحال المستمعات. يقول مام الاخت هذيك اللي قالت لك عندي اخي قالت عندي عرس وكل، انا يعني قلت لها لا بات صابلي اخدمي بصح ما ديكوريش، اخدمي لا بات صابلي، اخدمي كونتيتي كبيره هي تقعد لك 20 يوم وكلها. لا بات صابلي هذيك تاعك ما تروح ما والو، كي قرب الفرح ولا اي مناسبه عندك من بعد لا ديكوراسيون كان واش باغيه تستعملي لا فارس كيما نقولوا حنايا لا كريم تاع الجوزيه، ولا تستعملي فيها مكسرات واش كاين تستعمل. هذه الاخت اللي خي قالت عندي فرح ولا لا بات صابلي راهي ما تبزج، باسكو راهي غير زبده وفيها بيض وفيها سكر والفارينه. لا بات صابلي راهي تقعد لك مده. طيب اعطيني طرق تزيين. التزيين كيما دوكا انا قلت لك انا كيما البارح عيطت لي وحده قالت لي عطيني لا كريم تاع الجوزيه عندي فرح، قالت لي خدمتها
وما صلحت ليش. هي الجوزية كي تخدميها يلفو تخليها في الباتر في البيتران المقادير مدلها نزيد نمد الأخت أي أخت المقادير تاع الجوزية وش فيها. أنا عندي كيما دوك كاس نتاع الماء بليتو زوج كيسان ماء بكاس سكر عادي زوج كيسان ماء بكاس سكر عادي هذو نحطهم نخدمهم شربات يولي لي كاس أخت حسنة. هذاك الكاس نتاع الشربات وش يكونوا عندي؟ يكونوا عندي خمس بياض بيض. كي نقول لك خمسة كان عاد الحجم تاعهم صغير كان الحجم كبير ديري ربعة بياض بيض 300 غرام نتاع العسل العادي وتكون عندك 50 غرام عسل عسل حر هي باش تجي يعني احنا دوكا يعني ما شاء الله كاينين عسل موش عسل حر كاينين يعني النكهه تاعهم وتغي عسل حر عسل الحر. طريقه التحضير هي هادو هما طريقه التحضير واش نستعمل اخت حسيبه. انا ياها نحكمت هذاك الشربات ولا لي نص كاس كاس تاع شربات هذاك الشربات هو يغلي يبدا يدلي لي بول هذو كل تسمى او ناجح لي 100% نضيف له هذيك 300 غرام تاع العسل 300 غرام تاع العسل ومنا اني حط انايا في البيترا حط هذوك الربعه ولا الخمس بياض البيض ولاو لي مغانك. بعد واش نستعمل اخت حسيبه هذاك الخليط تاع الشربات والعسل هو سخون هكا وانايا وين اللوح بالعقيله كيما نخدم لا مايونيز في البيتران لوح 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 بعد خلصت انا ذاك الخليط السائل وكل بصح نخلي البيتران حتى تولي لي كل ريحه تولي لي الجوزيه المجموله بعد كي نشوفها ولات نهز انايا لو باك هذاك نتاع البيترا يولي له يدلي لو باك تاع الوازو هذاك سمحة راهي ناجحه الجوزيه تاعي 100% هذه اللي تحب تدير بها لا ديكوراسيون ميم كيما دوكا عادو في لي ريسيبسيون في هذا يديروا كيما مقبلات على الاول وكله في لي كريم ثاني كريم ديسير ولا حاجه في هذاك تستعملي ديري لا ديكوراسيون بالجوزيه اخت حسيبه. من بعد انا واش نستعمل كيما الاخت هذه خدمتي لاباط تاعك تاع الصابلي ديري اون بوشا دوي لا دوي تكون مليحه عبزي دي بتيت فلور في في هذيك لاباط تاع لو صابلي تاعك وكل من بعد استعملي كان عندك الجوز حكمي حبه قسميها على نص واستعمليها ولا دوكم يتباعوا دي فلور اليمونتير يتكل الورود هادو كاين بلي كولور وكل استعملي شويه دري عليه شويه تاع الورود هذه هي كيما نقولوا حنا لا كريم تاع الجوزيه اخت حسيبه وراهي تقعد لك مده طويله قد ما تقعد لك راهي تجمد وتكون احسن. نعم. ان شاء الله كل سيدات تجرب وتنجح امين ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك سيده فاطمه يعطيك الصحه على الطبق اللي قدمتيها اليوم. نقول لك صحه غداك في محسن انت تاني.